مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الخليفة العباسي الذي مات من العطش لشدة بخل أمه. لكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ونشره حتى تساهم في التعريف بالقناة. يوثق التاريخ لنا دائما أخبارا عن أمهات أحببن السلطة أو المال أكثر من أبنائهن. ولئن قتلت كوسم العثمانية والخيزران العباسية أولادهما من أجل السلطة، فلقد تسببت الجارية قبيحة في مقتل ولدها الخليفة من أجل المال. ولقد سبق لنا أن نشرنا فيديو بعنوان الجارية قبيحة أجمل بنات عصرها، والذي تجدون رابطه أسفل هذا الفيديو. استعرضنا فيه سيرة هذه الحسناء التي سميت قبيحة، والتي أصبحت بعد ذلك أما للخليفة العباسي المعتز بالله. المهم فإنه بعد كل الأحداث التي سردناها في الفيديو السابق والتي انتهت بإثارة الفتنة في الجنود الأتراك الذين كانوا هم عمود الدولة العباسية آنذاك، ويمكن تشبيههم بالإنكشارية في الدولة العثمانية لما وصلوا إليه من النفوذ، ولما عرفت سيوفهم أعناق الخلفاء العباسيين كما عرفت سيوف الإنكشارية طريقها إلى أعناق الخلفاء العثمانيين. المهم ثار الجنود الأتراك بزعامة قائدهم على المعتز وطلبوا منه رواتبهم، إلا أن بيت المال كان فاضيا، وكان الخليفة الواقع تحت تأثير أمه لا يملك شيئا، فقد كانت الجارية قبيحة تكنز أطنانا من الذهب لنفسها وتخبئها. سار الأتراك إلى المعتز يطلبون أرزاقهم فقالوا أعطنا أرزاقنا، فلما لم يكن لديه ما يعطيهم أرسل إلى أمها يسألها أن تعطيه مالا ليعطيهم إياه، فأرسلت إليه ما عندي شيء. هددوها بقتل ابنها ولكنها لم تستجب لهم أبدا. بعد ذلك اتفقت كلمتهم على خلع المعتز، فساروا إليه وجلوه برجله إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقوا قميصه وأقاموه في الشمس في الدار حتى كان يرفع رجلا ويضع أخرى لشدة الحرب. ثم قيل بعد ذلك أنهم أخذوه إلى الصحراء وآذوه كثيرا، وكانوا في الأثناء يطلبون الأموال من أمه قبيحة إلا أنها أبت عليهم. كان الخليفة العباسي المعتز يعذب ومنع عنه الطعام والشراب 3 أيام. طلب حصوة من ماء البئر إلا أنهم منعوه. ثم قيل أنهم أدخلوه في سرداب وأغلقوا عليه. هكذا مات هذا الخليفة العباسي عطشا، ليكون أول خليفة يموت عطشا في التاريخ. وأما عن أمه قبيحة فإنه عندما بلغها الأمر حاولت الهرب عن طريق سرداب من غرفتها إلى خارج القصر، إلا أنه تم إلقاء القبض عليها، وذلك بعد أن اختبأت لفترة، وقد ظفروا بخزائن لها تحت الأرض فيها أموال كثيرة، ومن جملتها دار تحت الأرض وجدوا فيها 1000 دينار و300 دينار، في حين أن المبلغ الذي كان مطلوبا منها ومن ابنها هو 50,000 دينار، كما أنهم وجدوا قدرا كبيرا من اللؤلؤ والزمرد والياقوت الأحمر. وعندما حمل الثوار هذه الثروة إلى قائدهم سبها وقال عرضت ابنها للقتل في 50,000 دينار وعندها هذه الأموال كلها. ولقد خسرت هذه المرأة كل شيء، الابن والمال والشرف. وبإمكانكم مشاهدة الفيديو المخصص لهذه الجارية التي أصبحت سيدة الدولة العباسية، وفيها تفاصيل أكثر عن حياتها وعن وفاتها. أما هذا الفيديو فقد خصصناه لنتحدث عن الخليفة العباسي الذي مات عطشا بسبب بخل أمه. أعزائي هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو. مصدر هذه المعلومات كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير ابتداء من الصفحة 256. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.